كارتيرون قبل الهديه من النادي الاهلي وعمل مباراه كبيره امام الانتاج الحربي وكسب بهدفين. الدوري بيشتعل من جديد، الامور الحقيقه بقت قريبه جدا، 3 نقاط هي المسافه دلوقتي ما بين الاهلي والزمالك، وعندهم مباراه قبل رمضان كمان لما يخلص، فلو فضلوا ماشيين ستريت وراحوا للمباراه دي هتبقى مباراه فاصله تانية. يعني واضح كده ان الدوري هنتفرج بمتعه كبيره جدا 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 كرويه. ايضا عندنا كواليس مهمه جدا في نادي الزمالك، كارتيرون عمل قعده جلسه خاصه مع شيكابالا. قال له انا عايزك الفتره الجايه اعتمد عليك كلاعب واتفق معاك على التوقيت اللي اديهولك او هتلعب امتى، وعايز اتفق معاك ان انت كمان تكون كابتن الفريق وانت اللي تهندل القصه دي داخل مستطيل الاخضر، وده موضوع مهم جدا ينقصه نادي الزمالك. نادي الزمالك عايز كابتن فريق بشخصيه شيكابالا يكون ماسك الحته دي ويكون عنده قناعه ومركز في طريقه لعبه وعنده قناعه ويحضره هو هيلعب قد ايه علشان يكون عنده مهام اخرى. واضح ان كارتيرون شايف ان شيكابالا هو الصوت المسموع للاعبي نادي الزمالك، ودي الحقيقه حقيقه. واتفق كمان كارتيرون مع لعيبه الزمالك الفتره الجايه اللاعب اللي خارج تركيزه هجيبه كده شويه ومش هيكون في الملعب غير اللاعب اللي مركز بنسبه 100%.